فشلت المنتخب امبارح طالعين يركبوا الترند على حس حسام حسن عشان يداروا على الخيبة بتاع فيتوريا ويرجعوا يطبطبوا على محمد صلاح. الاول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صل على نبينا الكريم، اخوك اهلاوي اشترك معايا اهلاوي محترم. نخش على طول من اخبار النادي الاهلي. احمد عبد القادر جاي له عرض من تركيا. احمد عبد القادر موافق لكن ادارة الاهلي لسه ما قررتش، طبعا عشان الامور التفاوضية والفلوس. محمد يوسف الراجل المحترم اللي قالوا له تعالى فراح رايح، وبعد ما خلصوا معاه ان هو يمسك الفتره اللي قبل ما هيجي المدرب الاجنبي، بعد كده على طول جالهم الامر ب خدوا حسام حسن، فراحوا سابوا من ايديهم محمد يوسف وراحوا على طول تعاقدوا مع حسام حسن من غير ما حتى يقولوا للراجل ده شكرا ان انت جيت. دلوقتي بيقولوا له معلش احنا هنرضيك وهنديك منتخب مصر 2008. طبعا اتحاد كوفته ملوش في الكوره نهائي، اللي قاعدين عباره عن شويه تراطير ملهمش اي لازمه، ولا بيفهموا فنيا في الكوره ولا ليهم، ولا حتى بيحبوا منتخب مصر، ولا بيحبوا منتخب مصر، هم ما بيحبوش الا الكراسي. لو هم ما بيكرهوا الكراسي وبيخدموا مصر كان من فشلهم كان استقالوا، لكن لازالوا مثبتين في الكراسي وجايين مع حسام حسن. حسين لبيب بيقول لك يوجد حديث حاليا مع النادي الاهلي بشان غرامه الكهرباء، الغرامه على اللاعب ما حدش يقول لنا عن النادي وليس عن النادي، ولكن نامل في ان يقوم الاهلي بمساعدتنا للحصول على الغرامه. ليه هو الاهلي اللي داخل معاكم في المشكله ولا كهرباء؟ نيجي على طول نخش لقصه المنتخب. دي الصوره اللي حاططها محمد صلاح في 2017 لحسام حسن لما حسام حسن الكاميرا ركزت عليه، وعشان كانوا ساعتها بيقولوا انت ما بتضحكش ولا بتعمل اي حاجه من يعني على طول متنرفز، فقال لهم اهي 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 بضحك اهي الصوره اللي انتوا شايفينها. فمحمد صلاح حطها وقال لهم انا مش متضايق اهو. طبعا محمد صلاح هو شايف نفسه مقدس، شايف نفسه ما بيغلطش، شايف نفسه ان هو فوق الخطا، شايف نفسه ان ما فيش حد في مصر زيه. محمود ابو الدهب بيقول لك حسام حسن هو الوريث الشرعي لمحمود الجوهري. دوت التشكيل بتاع الكابتن حسام حسن، حسام حسن مدير فني، ابراهيم حسن مدير المنتخب، مدرب عام طارق سليمان، مدرب الحراس سعفان الصغير، ومدير اداري وليد بدر. ميدو طبعا من الناس اللي كانوا متحمسين للكابتن حسام حسن، بس كله يجيب حسام حسن ويقول له خلي بالك محمد صلاح. بيقول لك حسام حسن سيعيد هيبه منتخب مصر وسيخرج افضل نسخه من محمد صلاح في الفترة المقبلة. طب ومحمد صلاح بخرجش ليه هو النسخة الحلوة بتاع ليفربول؟ هو الكابتن حسام هيبخره ويقول له استهدى وطلع العفريت بتاع ليفربول؟ مش عارف. وبيقول لك سيجعل صلاح يقاتل مع المنتخب، وما قاتلش ليه قبل كده؟ وما قاتلش، هو لازم يجي واحد بشخصية حسام حسن عشان يخليه قاتل لمنتخب مصر؟ بيقول لك وكل ذلك بالأدب والذوق والتفاهم. هو طبعا هو كابتن حسن ما بيذبحش حد. بيقول لك كابتن حسام بقى ميدو بيقول لك حسام حسن مش هتلاقي لاعب بيتمشى في الملعب، مش هتلاقي لاعب لما تتقطع الكوره منه يتمشى بعدها، هيقوم ولازم يرجع كوره تاني، مش هتلاقي لاعب واقف مستني الكوره من زمايله. ده اللي انا اضمنه مع حسام حسن وعلى مسؤوليتي الشخصيه. اذا هو مدرب معنى كلمه مدرب، واحد زي محمد صلاح هيقف يستنى الكوره، انا متاكد انه هيقول له انت مش معايا. ولو انت بتحب منتخب مصر يبقى لازم تدعم حسام حسن اللي بشهاده المدربين وميدو، ميدو مدرب اساسا، ان هيشغل كل واحد في الملعب. ولا محمد صلاح زيه زي غيره زي النني زي الشناوي زي امام عاشور ما لعبش يطلع بره، انا ليه يهمني المنتخب مصر؟ نيجي للاستاذ الفاشل اللي في مكان غير مكانه ولا يستحقه، جمال علام. بيقول لك محمد صلاح لاعب خلوق جدا ومحترم جدا. طب انت مالك؟ هو انت اللي بتدربه؟ وتاني حاجه اللي يجيب سيره محمد صلاح دلوقتي؟ هو الراجل راح ساب لكم المنتخب كله وخلع وراح على ليفربول، دلوقتي في مدرب جديد، هل انتوا بتقول المدرب الجديد خد مسهل هضم عشان تاخد محمد صلاح؟ محمد صلاح مش هو المنتخب ولا هو مصر ولا هو منتخب مصر. بيقول لك الاصابه اثرت عليه وهو قائد داخل الملعب وخارج الملعب، القائد الحقيقي ما يسيبش فرقته ويخلع ويقول لهم انا راح اتدرب بالاستيك في ليفربول، وسيكون معاون لحسام حسن في الفتره المقبله. حسام حسن معاه المعاونين بتوعه وهو لاعب زيه زي اي واحد في الملعب.
هو اسم كبير جدا في ليفربول، ويجب ان يتواجد معنا في الفترات القادمه، وان ما تواجدش منتخب مصر عمره ما كان بيقف على لاعب. شوبير بيقول لك اعتزال محمد صلاح اللاعب الدولي بسبب حسام حسن. طب ما ايه يعني، انت اعتزلته والكابتن خطيب اعتزل وابو تريكه اعتزل ومنتخب مصر لا زال قائم. بيقول لك حسام كبير وابراهيم كبير ومحمد صلاح مش كبير لاكبر منه المدربين ولازم يحترمهم. حسام حسن كان ينتقد صلاح في كاس الامم، ده حقه، لكن حاليا هو المدرب وحقه 10 اضعاف المره دي. يعني بدل ما كنا كلنا انا واحد زي حسام حسن من بره بنتقد كمشاهد زي الكابتن حسام، لكن دلوقتي هو مدربه يقول عليه وحقه عليه انه ينفذ اللي يقوله له. بيقول له لكن حاليا هو المدرب لازم يقعد مع اخوه ويضع نظام للمرحله المقبله، هنساعد لكن لو حصل خطأ هنشاور عليه. وما شاورتش على الخطأ بتاع فيتوريا وبتاع التشكيل الغلط وبتاع ايمن عبد العزيز وبتاع غراب وبتاع. هو لما يجي مدرب مصري تبتدوا تقطعوا فيه. نيجي للخيبه الثقيله، ايمن عبد العزيز بيقول لك مدرب المنتخب بيقول لك التكتيك لا يمثل سوى 10% فقط من كره القدم، ده اللي اتعلمه مع فيتوريا، والواضح ان فيتوريا ملوش في التكتيك وملوش في التدريب، ودي المعايشه اللي خدها ايمن عبد العزيز من فيتوريا. عاوز تشوف تكتيك شوف عموته مع منتخب الاردن، عاوز تشوف تكتيك شوف دي صابر مع الكونغو، عاوز تشوف تكتيك شوف مدرب كاب فيردي اللي معهوش اسامي كبيره ولا لعيبه كبيره. لو عاوز تتعلم صح اخلع وسيبك من التدريب لان انت مش مدرب. بيقول لك ايمن عبد العزيز بيقول لك فيتوريا اتظلم، الراجل ده مش هيتعوض، ومعظم اللعيبه بيتمنوا انهم يدربهم في انديتهم، على اي اساس؟ هو ايه النجاحات اللي عملها؟ طبعا الفاشل بيسند الفاشل عشان الاثنين يخرجوا ويقولوا احنا نجحنا احنا مش فشل. وبيقول لك على كونه بيدرب في الزمالك، بيقول لك اي مدرب زملكاوي بينضم لجهاز منتخب مصر بيحصل مشكله، واللي بيقول كده اهلاويه، لان كل اللي بيدربوا مصر من الزملكاويه هم الفشله. واحد زي حالاتك بتقول جاي لي عرض من دوري الدرجه الثانيه، طب انت هو كده انت درجه اولى؟ انت درجه ثانيه، انت بتثبت فشلك. وكل واحد بيمسك المنتخب بيجيب اللي يعرفه من الزمالك، مع ان اللي في الزمالك كلهم مش اهل بطولات، ده بيسندوا لعيبه الاهلي لما بيكونوا في المنتخب وياخدوا مع حسن شحاته وياخدوا مع الجوهري بطولات، ناخد منهم قطعه ولا قطعتين. لكن انت تفرض لعيبه الزمالك اللي ما بيجيبوش بطولات، اللي لو دخل في الجون الاولاني بينهار وما بيعرفش يلعب. بيقول لك بيحصل مشكلة لو واللي بيقول كده اهلاوي، بيقول ان انت يا محمد شوقي شغال مساعد وليد سليمان اللي اصغر منك في قطاع الناشئين الاهلي، وانا العروض بتنهال عليا من الدرجة التانية. يا جماله يا جماله، ده المدرب العالي اللي زق في منتخب مصر. ايمن يونس بيقول لك لا مجال للفتنة داخل منتخب مصر، ويجب مساندة حسام حسن وارفض الهجوم على محمد صلاح. طب سيادتك لا مجال للفتنه، طب انت ما شفتش ان التشكيل اللي خده فيتوريا وراح بيه بمنتخب مصر كان فتنه؟ ده الكابتن حسن شحاته اتكلم، والكابتن خالد بيوم اتكلم، والكابتن احمد حسن اتكلم، ان كل اللي بيحصل في المنتخب دوت لخبطه وقرف وعك، وكان لازم النتيجه الحتميه تكون هي خروجنا من البطوله. ما اتكلمتش ليه على الفتنه؟ ولا كلكم شطار لما يكون المدرب مصري؟ بيقول لك يجب مسانده حسام حسن، ده الزامي ماشي، وبيقول لك ارفض الهجوم على محمد صلاح. ليه؟ هو محمد صلاح بقى المنتخب باسمه عالم كلها بتطبطب وتدلع لواحد ما جابلكش اي انجاز على مستوى المنتخب، وعمال يكسر ارقام مع ليفربول ويتعور مع ليفربول ويتصاب مع ليفربول ويدي مجهود ودفاع وهجوم مع ليفربول، وفي منتخب مصر ما تشوفوش الا واقف. العالم دي انا مستغرب لها جدا. الفيديو بتاعي انا كده خلصته، انا كنت عامله بسرعه عشان الواحد دلوقتي عامله الصبح وطالع بعد كده على الشغل. اتمنى الفيديو يكون عجبك، لو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناه. سلام عليكم.